والنبوة والرسالة بمعنى، وقيل بالتفريق بينهما، واختلف أهل العلم في التفريق بينهما أي في وجه التفريق على القول بذلك. فمنهم من قال النبي هو من أوحي إليه بشرع سواء أمر بتبليغه أو لم يؤمر، أو قال بعضهم من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وعلى هذا فالنبي أعم من الرسول، لأن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ. وقد انتقد هذا التعريف للنبي لأنه يفيد عدم القيام بتبليغ دعوة الله تعالى إلى الخلق، وقد ثبت بالدليل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض واجب على كل مؤمن، بل هو واجب عيني على ما ذهب إليه طائفة من المحققين. فكيف يتصور ممن أوحى الله تعالى إليه بشرع ألا يقوم بذلك؟ والساكت عن الحق شيطان أخرس. ومع الإمكان كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب تغيير المنكر باليد، فإن لم يقدر عليه فباللسان، فإن لم يقدر عليه فبالقلب. فكيف يتصور من نبي يغاب على محارم الله تعالى ألا يقوم بالتغيير والإصلاح؟ وذهب بعض أهل العلم إلى القول بأن النبي هو من أرسل إلى الخاصة أو بعث إلى الخاصة، بينما الرسول هو من بعث إلى العام. وقيل بأن النبي من لم ينزل عليه كتاب، بينما الرسول هو من أنزل عليه كتاب. والأقرب عند شيخنا العلامة القنوبي حفظه الله تعالى أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع مستقل، بينما النبي هو من أوحي إليه بشرع رسول سابق. وعلى كل حال فلا حاجة لإطالة الكلام حول هذا، فلينظر لتحقيق القول فيه إلى كتاب برهان الحق لشيخنا العلامة الخليلي حفظه الله تعالى، فقد أفاض فيه.